فقط التأهل إن شاء الله. معنا على التليفون نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي السابق الكابتن هاني العقبي. كابتن هاني أهلا بيك منورنا. أهلا بيك يا هاني، ودايما موفق كده، وسعيد طبعا بوجودي معاك، ولازم نبارك بقى لكل الأهلاوية النهارده عشان تبقى ليلة سعيدة إن شاء الله بإذن مليون الله. مبروك ليك وللأهلي ولجمهور الأهلي، انتصار بمجموع الماتشين وتعادل سلبي، شفت إزاي أداء الأهلي النهارده ووصوله للنتيجة المؤهلة إلى الدور نصف النهائي كابتن هاني؟ اولا كل التحيه والتقدير لفريق الرجاء، فرقه تقيله وفرقه محترمه وفرقه كوره كويسه، اقوى فريق في دوري المجموعات، عندهم لعيبه محترمه، عندهم لعيبه كويسه، فانا شايف ان النتيجه ان انت تكسبهم هنا 2 وتروح تلعب بالطريقه دي في الدار البيضاء، ان انت تقدر في الاخر تخرج بالمباراه وانت ما دخلش فيه جول، انا شايف ان ده مكسب كبير، وان ده يعني نتيجة كويسة في ظل الظروف برضو اللي موجودة، يعني ضغط جماهيري قوي جدا، برضو حكم اول مرة يحكم مباراة فيها توتر وفيها صعوبة بالشكل ده. انا شايف ان دي نتيجة مقبولة جدا، ان النادي الاهلي قدر يخرج بالمباراة بالشكل ده، وان هو طبعا حظ النادي الاهلي وحظنا كويس ان الكره ضربه الجزاء ما دخلتش، لان لو كانت دخلت طبعا اكيد كانت هتغير شكل المباراه، صح، وكانت هتغير ريتم وسيستم المباراه بشكل كبير جدا. طيب ازاي شفت مستوى الاهلي عموما النهارده، او ازاي سير كولر المباراه سواء في الناحيه الدفاعيه اللي كانت واضح ان هي الغلبه ليها في المباراه النهارده، او في فكره التحولات الهجوميه كابتن هاني؟ بص، النادي الاهلي لعب النهارده علشان ما يخشش فيه جول. نعم، خلينا نبقى نتكلم كلام كوره، ان هو ما يخشش فيه جول، بمعنى ان انت تلعب تحت الكوره، انت ما بتضغطش، ما بتروحش تقابلهم بشكل كبير، بتستناهم علشان تضيق المساحات وتضيق المسافات، ما يقدروش ان هم يلعبوا فيها بشكل كويس. ايوه، وتحاول ان انت تخطف جول. يعني ده ما حصلش الشوط الاول، لكن في الاخر قدرت ان انت تخرج بنتيجة 0-0. ما كنتش احب ان النادي الاهلي يبدا كده، لكن في الاخر ده اسلوب ودي طريقة. كنت تحب يبقى ايه التعامل يكون عامل ازاي؟ كنت احب ان احنا اللي نبدا بالضغط عليهم، ان احنا نحاول ان احنا نجيب جول، ان انت لو جبت جول الماتش خلص. مفهوم، فاهمني؟ لكن هو الظروف اللي ذكرتها حضرتك كابتن هاني نفسها هي اعتقد السبب ورا ده، انت كسبان 2 وقدام الجمهور ده ومتوقع ان الرجاء يبقى نازل بالقوه دي، فتعالى نستقبل الضغط وبعد كده نضيع النص ساعه الاولانيه نبدا نفوق شويه، اعتقد ده اللي فكر فيه كولر يعني النهارده، صح؟ اكيد. وهو طبعا بص، هو الادرى برضه بامكانيات لعبته، وهو الادرى اكيد في سيناريوهات كتير كانت محطوطه للمباراه، وفي الاخر اصل انت كمدرب انت مش بتحط سيناريو واحد. لا، في عندك كذا سيناريو. اضغط، لا العب من نص الملعب، طب اقسم الشوط، طب ابدا ان انا يعني مثلا الاستحواذ يبقى معايا. يمكن دي كانت نقطة سلبية شوية النهارده، ان النادي الاهلي الشوط الاول ما قدرش ان هو يحتفظ بالكورة، صح، اكتر من 5-6 باصات والكورة كانت بتتقطع، صح، وده كان عبء على فرقة النادي الاهلي. عكس الشوط الثاني لما بدا الضغط يقل وبدا فريق الرجاء يستسلم بقى للنتيجه، لا بدا يبقى في مساحات، بدا الكره تتنقل بشكل اكبر، فانت خلصت تقريبا المباراه من الدقيقه 75 بدا فريق الرجاء تستسلم، لما انت بقى تمسك كرة وتلعب لعبك الطبيعي. لكن الشوط الاول كان فيه صربعه، الشوط الاول كان فيه توتر، وكان في واضح العصبيه على الفرقتين، على فكره مش الاهلي بس. ايوه والله، والله انا وانا بتفرج على المباراه لما اللعيب بتاع الرجاء مسك الكوره انا قلت هيضيعها. لان واضح التوتر، واضح القلق، واضح العصبيه، مع انه كان افضل لعيبه الرجاء في المباراه النهارده بوزو فعلا، لكن التوتر كان باين عليه هاني، والعصبيه كانت باينه عليه. الشده دي في الكوره بيبقى القرار بتاعك دايما ما بيبقاش مظبوط 100%، بيبقى دايما في تسرع، بيبقى دايما في قوة زيادة، وده اللي حصل، ان انت عايز تضمن الكرة قوي فلعبتها بشكل قوي جدا، فالكرة خبطت وخرجت يعني. صح. طيب النهاردة أليو ديانج بتقيم ازاي مستواه، وبسألك عنه باعتبار ان كانت اللقطة الأبرز. والله والله لسه عمال بفكر فيه، ولسه عمال اقول يعني ايه، اتكلم ولا استنى السؤال؟ لا بص، في ماتشات كويس
بيطلب منك المجهود يبقى عالي جدا زياده. تمام. وبيبقى طبيعي ان انت ممكن في مباراه زي دي ما انتش موفق في الكوره. ده اللي قاله ديانج النهارده، كان فيه في الكوره كان سيء جدا وما كانش موفق، يعني في الباص، في الكرات الطويله، في الكرات العرضيه، لما بيجي حتى الباص القصير ما كانش موفق فيه. صح. لكن تعالى بقى من الناحيه الثانيه، شوف مجهوده، شوف اللي بذله، شوف اللي قدر ان هو يأديه بشكل كبير جدا 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 في الملعب. دايما بنقول ايه لما الكوره تبقى مش او احنا اتربينا عليها في النادي الاهلي كده، يقول لك لو الكوره مش ماشيه معاك في يوم اجري كتير. دي بتعوض دي. ايوه. ديانج عمل كده، الكوره مش ماشيه معاه صحيح، ميس باص كتير، لكن في نفس الوقت موجود في مكانه، بيدافع بشكل كويس، بيهاجم وبيدافع، بذل مجهود كبير جدا جدا جدا. تمام. جدا. تعال اتفرج بقى على مروان، هتلاقي مروان جمع الاثنين. الكورة مظبوطة جدا، التمركز صح جدا، الباص صح، التمركز. المجهود كمان، نقطة التمركز دي مهمة قوي عند مروان فعلا. والله وانا قاعد بتفرج يعني جنبي صديقي الدكتور احمد بكري، فبقول له بص لما معلول زاد مين اللي قطع الكورة؟ صح، كان مروان. مظبوط. لان هو قاري وعارف ان هو لما حد هيزيد هو اللي هيقف علشان خاطر يطلع، فدي مهمة جدا 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 للاعيب الكورة. لكن في الاخر لعيبة النادي الاهلي في النهارده كانت لعيبه موفقه في الكوره، في لعيبه مش موفقه. مين اللي عجبك؟ طبيعي جدا. مين اللي عجبك؟ مروان. تمام. محمد عبد المنعم. ياسر. يعني حمدي برضو بذل مجهود كبير، لكن برضو مش الناتج ما كانش عالي قوي زي ما بنقول. ايوه. معلول كان ملتزم التزام كبير جدا، من الماتشات القليله جدا في حياتي اللي بشوف معلول فيها ما بيهاجمش ومش هو مفتاح اللعب للنادي الاهلي. ايوه. هاني برضو نفس القصه، معلول مش هتلاقيه تقريبا عمل كروس، هاني كره واحده اللي زاد فيها بس قبل ما يخرج. لكن بيرستاو بذل مجهود كبير، هو حسين الشحات وهو كهربا، لكن برضو ككره من اقل الماتشات اللي هم عملوها. صح. لكن المجهود البدني اللي هم بذلوه وتضييق المساحات على فريق الرجاء، طبعا هو ده اللي مطلوب في مباريات زي دي، وهم قدروا ان هم يعملوه بشكل كويس جدا يعني. كابتن هاني مبروك مره ثانيه، وان شاء الله مبارك كمان بعد التاهل الى المباراه النهائيه او المباراتين النهائيتين. بشكرك جدا كابتن هاني العقبي نجم النادي الاهلي السابق والمدرب الكبير على وجودك معنا. الناحيه الثانيه الرجاء كانت ربما من